للحديث عن سوء الخدمات والكهرباء في العراق عموما ونينوى بعد قرار الحكومة خفض حصتها من الكهرباء، معنا من مانمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد، بداية مرحبا بك. نحو 6 سنوات على استعادة الموصل، ماذا يعني استمرار أزمة الكهرباء وسوء توزيع الكهرباء على نواحي ومناطق المحافظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعلم أن الموصل هي واحدة من أكثر المحافظات المغضوب عليها لأسباب معروفة، والحكومة يعني دائما تستهدف الموصل وتستهدف إيذاء الموصليين بكل السبل، ومن بين هذه السبل تضيق عليهم فيما يتعلق بإمدادهم بالطاقة وأيضا بإهمال المدينة وبإهمال خدماتها. ما زالت لحد الآن الساحل الأيمن، منطقة الساحل الأيمن معروف أنه ما زالت ركاما يعني، وما زالت حتى هناك أنقاض وهناك جثث تحت الأنقاض ما زالت منذ ما يسمونه باستعادة أو تحرير الموصل عام 2017. الموصل لها خصوصية كما نعرف، لأن الموصل نعرفها بأنها مدينة متحضرة، أهل الموصل شعب راقي وعريق ومدبرون، والموصل لها خصوصية من ناحية أخرى بأن الجيش العراقي منذ تأسيسه وبداياته كانت هناك أعمدة وأركان معروفة من أهل الموصل، ونعرف أن الحكومة الحالية وأركان هذه الحكومة هم غابضون ويكرهون سيرة الجيش العراقي السابق، وخصوصا أن الموصل كان لها دور كبير في معارك الجيش العراقي يعني على مدى تاريخه، وحتى الذين عادوا الضباط الذين عادوا إلى الجيش إلى الخدمة الجيش العراقي الحالي كان أقل عدد منهم الموصل، ولا أتذكر ولا أعرف أن أحد من كبار ضباط الموصليين قد عاد إلى الجيش. يعني مع هذه الأزمة الكبيرة، أزمة المحروقات القاتمة يعني أو القائمة، كيف يمكن للعراقيين سيد لبيد أن يتعاملوا مع الشتاء الحالي؟ يعني هل الحكومة فكرت بهم قبل قرار خفض حصة نينوى من الطاقة الكهربائية؟ كيف سوف يتعامل العراقيون مع هذا التحدي؟ لا طبعا الحكومة لا تفكر بالمواطن، وعندما يكون الأمر يتعلق بالموصل كما تقدم ذكره فالحكومة لا تتمنى أن تتمنى كل ما هو تعيس لأهل الموصل. لعموم الحكومة لا تفكر بالعراقيين، الحكومة تفكر بمصلحتها الذاتية وبارتباطاتها خصوصا في محيطها وارتباطها بأمها الحنون إيران. المعاناة العراقيين معاناة مستديمة، وخصوصا في هذا الشتاء في هذا البرد القارس، لذلك فمعروف أن انتشار هذه الأمراض الفيروسية والحمى الفيروسية وأمراض الشتاء أصبحت في حالة تفاقم، والمستشفيات والمراكز الصحية تغص بالمرضى والمراجعين، لأن برد الشتاء وقلة المحروقات أزمة المحروقات وأزمة الكهرباء المصاحبة لها تجعل من مسألة شفاء المرضى حتى لو كان هناك رشح أو إنفلونزا عادية يلاحظ حاليا أنها تستمر عدة أسابيع، وهناك من تلازمه الإنفلونزا خصوصا كبار السن والأطفال لأشهر دون أن يشفوا منها. كل ذلك في بلد غني بالنفط وغني بالموارد كالعراق، من المستفيد من بقاء محافظات البلاد تستجدي وتطالب بالنهوض بقطاع الكهرباء؟ هذا سؤال جوهري وسؤال جيد جدا. يعني أريد أن أعود إلى 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 الوراء قليل، نحو عقد إلى الوراء، وتحديدا عندما أصبح حسين الشهر الثاني نائبا لرئيس الوزراء في حكومة المالكي الثانية. ماذا فعل حسين الشهر الثاني؟ حسين الشهر الثاني بصفته نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة استطاع أن يقنع الحكومة باستيراد توربينات ضخمة، محطات كهرباء تعتمد على ماذا؟ تعتمد على الغاز في تشغيلها، ونحن نعرف أن العراق لا يعتمد على استخراج الغاز،
لا يستثمر في مجال إلا استثمارات محدودة جدا في مجال الغاز والديزلات والمولدات الكهربائية في العراق. المحطات الضخمة الكهربائية في العراق تعتمد على الديزل، لذلك كان أولى به أن يستورد توربينات تشتغل على الديزل مو على الغاز. بس ليش اشتغل، ليش سوى هالشكل الشهر الثاني؟ لأنه يعرف بأن العراق سيعتمد على إيران في استيراد الغاز لكي يشغل التوربينات التي سيستوردها معتمدة على الغاز كما ذكرنا. هذه التبعية للغاز الإيراني المشغل للمحطات الكهربائية، هل من مصلحة العراق استمرار هذه التبعية في ظل تصاعد الغضب الشعبي على الوضع القائم في العراق؟ إلى أي متى ستظل هذه الحكومات تابعة لإيران؟ ما الذي يجعلها منجذبة ومنقادة بهذا النحو، حتى أن يعني الموارد الاقتصادية جلها لا تساوي شيئا أمام هذه التبعية؟ نعم، ستبقى هذه الحكومة والسلطة هذه ستبقى مرتبطة في إيران ما بقيت هذه الحكومة وما بقي هذا النظام قائما. لماذا؟ لأن الحكومة هذه تعتبر أن إيران هي أمها الحنون، وهي مرتبطة سواء عقائديا أو تاريخيا مرتبطة في إيران، لأننا نعلم بأن رؤساء هذه الأحزاب أو أصحاب القرار في الحكومة هم ترعرعوا وعاشوا ونشأوا وترعرعوا في الحضن الإيراني، وإيران هي التي بالحقيقة حاليا تمتلك معظم الملف العراقي حاليا، وهي ظهيرهم تشكل ظهيرا لهم. يعني لماذا؟ لو سقط النظام في إيران، متخيلا لو سقط النظام في إيران حاليا، فإن جميع أركان هذه الحكومة سيهربون، سينتهي النظام، سينهار هذا النظام تلقائيا من تلقاء نفسه. لذلك هم يعتبرون أن إيران هي ظهيرهم وهي السند لهم وهي تشكل تمدهم بأسباب البقاء. لذلك فهم من باب الوفاء لهذه الدولة ولهذا النظام الإيراني، فهم يقدمون كل ما يعزز ويدعم الاقتصاد ويدعم الموقف السياسي للحكومة الإيرانية. نعم، شكرا جزيلا من مال موعظ والتحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي، شكرا لكم.